صباح الخير جميعا. النهارده هتكلم عن علامتين ليهم علاقة بالمكاسب المالية من خلال ورث أو من خلال مكسب غير متوقع. العلامات دي موجودة على الأساور اللي هنا. نركز مع بعض في الوصف، واللي عنده ينطبق هذا الوصف يعرف إن هو عنده ورث أو مكسب مالي كبير غير متوقع. العلامة الأولى هي الصليب. لو عندك شكل صليب على الأساور، شكل صليب واضح على الأساور، فده معناها إن أنت عندك ورث أو عندك مكسب مادي كبير غير متوقع. العلامة التانية هي وجود نجمة في الخط الأول، في منتصف الخط الأول. يعني لو أنت عندك هنا عند الأساور دي خط أو اتنين أو تلاتة أو خط متقطع، احنا بنتكلم على وجود النجمة في منتصف الخط الأول، في منتصف الخط الأول شكل نجمة. ده معناها ان انت عندك ميراث ينتظرك. انصح ان كل واحد وهو بيبص على العلامتين دول ان يكون في اضاءة كويسة جدا، ويقدر ان هو يبص لو في مكبر كمان ممكن تبص بيه، ده هتكون حاجة كويسة جدا يقولك هل فعلا الشكل واحد من الاشكال دي موجودة عندك ولا لأ. لو عجبكم الفيديو ده ما تنساش تشير عشان غيرك يستفيد، ما تنساش تعمل اكسبلورر لايك، سيبلي في التعليق لو انت عندك اي حاجة من الاتنين دول. تحياتي للجميع.